بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تفجرها وتدخل على خط أزمته مع حالة شيحة، وهذا ما فعلته. ازدادت ساحة الاتهامات المتبادلة بين حالة شيحة والنجم تامر حسني سخونة جراء ما أحدثته حالة صباح هذه الأيام من نشر تعليقا مطولا على حسابها على الانستغرام تنتقد فيه تامر حسني بسبب نشره لفيديو كليب بحبك من فيلمه الجديد مش أنا. ودخلت زوجة تامر حسني الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل على خط الأزمة بين تامر وحلا، وزاد في تعليقها على حلا شيحة برد اعتبره الكثيرون فيه نبرة من القسوة. بسمة بوسيل لحلا شيحة: طلاقك اقترب. وقال حساب غير موثق لبسمة بوسيل في منشور تم نشره على خاصية القصص المصور على الإنستانستوري على الإنستغرام: مجرد رأي شخصي مستفز جدا بجد، هو حد ضربك على إيدك عشان تعمل الفيلم. وأضافت: مش عملتيه وقبضتي فلوسه، هي الناس تحت أمرك، ممثلين كتير تابوا عن أعمالهم، ما شفتش حد عمل زيك. تامر حسني ليس مجبرا على تحمل خسارة فيلم صرفت عليه الملايين، وزاد الكيل بسمة بوسيل لحالة شيحة قائلة: هو تامر حسني مش مجبر يشيل فيلم صرف عليه ملايين عشان حضرتك فقتي لنفسك مرة واحدة وشوية واستلقي وترجعي تاني عادي كالعادة مستفزة بجد.